هاد قلب وجع سواء مستوى الاخطاء وال ضربات الزوايا غتنفذ هاد الكره بلعبات كره ارضيه دائما الخطوره خطوره جديده والهدف الهدف الاول لفائده فريق سطاد المغربي وهذا هو اللي ذكرت بانه الطريقه باش ملعوبه المباراه فما يمكنش انها تجي الحال الا عن طريق ضربه ثابته محمد امين زاركو المدافع هو اللي تمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق سطاد المغربي اللي جات تاكيد من كره ثابته كتنفذ وصلت الكره للمدافع محمد امين زاركو كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق سطاد المغربي. كنتابعوا التمريره وصلت الكره لمحمد امين زاركو ينفذ كره ارضيه غارطت الجميع وبما فيها حارس مرمى فريق اتحاد الملك مزات امين الرصين وعانقت الشباك. اذا الهدف اول